فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فمشاركة مع إخواننا الأئمة الفضلاء وخاصة في هذا المسجد المبارك، فأحببت أن أشارك إخواني بكلمة متواضعة فيما يتعلق بهذا الشهر المبارك، ألا وهو شهر رمضان. فكلمتي إن شاء الله تعالى غادي تكون حول ثمرة التقوى في الصيام، أو الصيام أو التقوى هي ثمرة الصيام. فالتقوى أيها الإخوة الكرام هي وصية الله عز وجل، هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. التقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن التقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. والتقوى أيها الإخوة معناها هو أن المسلم أن يتقي الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور، هو أن يفعل المسلم ما أمره الله عز وجل، اللي أمرك به الله سبحانه وتعالى أن تقوم به وأن تفعله، واللي نهاك الله سبحانه وتعالى عليه أن تجتنبه. هذه هي معنى التقوى. وأيها الإخوة الكرام، فالصيام هو من أكبر أسباب التقوى. الصيام ونحن في شهر الصيام هو من أكبر أسباب التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الحكمة من الصيام، وهو أن نتعلم فيه، أن تعلم فيه التقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال بأن الله سبحانه وتعالى كيخبرنا في هذه الآية بما من به على عباده، بما من الله سبحانه وتعالى به على العباد ديالو. كيف ذلك؟ هو أن الله فرض علينا الصيام، وفرضه الله عز وجل على هذه الأمة كما فرضوا على الأمم السابقة. الله فرض على الأمة، هذه الأمة، هذا يعني فريضة هذا الصيام، صيام شهر رمضان، كما فرضه على الأمم السابقة، لأن الصيام هو من الشرائع والأوامر التي فيها المصلحة ديال الخلق في كل زمان. الصيام فيه من الشرائع وفيه من الأوامر، وهي هذه الأوامر وهذه الشرائع فيها مصلحة، فيها المصلحة للخلق، فيها المصلحة للخلق في كل زمان. أيضا أن هذا الصيام فيه واحد التنشيط، تنشيط لهذه الأمة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتنافس، الإنسان يتنافس في تكميل الأعمال ويصارع إلى صالح الخصال، يعني الخصال الحميدة والخصال الحسنة على المسلم أن يسارع إليها وأن يقوم بها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الحكمة في مشروعية الصيام. الله عز وجل ذكر لنا الحكمة في مشروعية الصيام في هذه الآية، فقال لعلكم تتقون، لعلكم تتقون.
إذن هذه هي الحكمة أيها الإخوة الأفاضل، هو أن نتعلم الخوف والمراقبة الله سبحانه وتعالى، هو أن نتعلم الخوف ومراقبة الله عز وجل في هذا الصيام، وهو من أكبر كما ذكرنا من أكبر أسباب التقوى. علاش؟ لأن فيه الامتثال، أن العبد كيمتثل لأوامر الله، وفيه أيضا الاجتناب لنواهي الله سبحانه وتعالى. فمما اشتمل عليه أيها الإخوة الكرام من التقوى، مما اشتمل عليه هذا الصيام من التقوى، أن الصائم يترك ما حرم الله عليه، هذا أيضا من ثمرات الصيام، من ثمرات الصيام هو أن العبد يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها. هذه الأمور النفس ديال الإنسان تميل إليها من الطعام والشراب والجماع وغير ذلك، هذه من يعني الشهوات التي كدميل لها النفس ديال الإنسان. لماذا يتركها الإنسان؟ يتركها الإنسان متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، راجيا بتركها كيترجى من الله عز وجل الثواب على تركها، فهذا من التقوى. إذن التقوى هي ثمرة هذا الصيام أيها الإخوة الكرام. منها أيضا أن الصائم كيدرب النفس دياله على مراقبة الله عز وجل، أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله سبحانه وتعالى، فحينما يراقب الله سبحانه وتعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته على هذا الفعل، هو قادر باش يأكل، قادر باش يشرب، قادر باش يأكل مشتهيات، ولكنه يراقب الله سبحانه وتعالى ويدرب نفسه على مراقبة الله عز وجل. ولهذا أيها الإخوة الكرام، أن الله سبحانه وتعالى اجعل هذا الصيام هو سر، الصيام هو سر بين العبد وبين خالقه سبحانه وتعالى. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي عن ربه عز وجل في الحديث القدسي يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله عز وجل أضاف هذا الصيام إلى نفسه إضافة تشريف، ولهذا هو سر أيها الإخوة الكرام، هو سر بينك وبين خالقك سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الصيام ومن ثمرة هذا الصيام أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإن الشيطان كما أخبرنا بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبهذا الصيام يضعف نفوذه، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي وتقل منه الإغواء لبني آدم. منها أيضا مما اشتمل عليه من التقوى أيضا أن الصائم في الغالب، الإنسان اللي كيكون صائم في الغالب الطاعة ديالو كتزيد، تكثر طاعته، أن الصائم في الغالب تكثر طاعته. والطاعات أيها الإخوة هي من خصال التقوى، الطاعات هي من خصال التقوى، إذن هذا مما اشتمل عليه من التقوى. منها أيضا مما اشتمل عليه من التقوى أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، لأن الإنسان كيحس في نهار صيامه بالجوع والعطش،
وحينئذ كيتذكر الإخوان ديالو الفقراء المحتاجين فيساعدهم ويتفقدهم وكينفق عليهم لأنه كيحس. وهؤلاء الفقراء يعني لا يحسون بالجوع والعطش في يوم واحد وإنما طيلة السنة وهم في هذه الحالة. فأنت أيها المسلم فحينما تصوم تحس بإخوانك وتتفقد إخوانك وتواسيهم بمالك وبطعامك وبشرابك. إذن هذا مما اشتمل عليه هذا الأمر وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. قلنا أيضا أن الصائم في الغالب الطاعة ديالو تزيد، تكثر الطاعات في رمضان، ولهذا تجد الإنسان يعني في رمضان يقبل على تلاوة القرآن، يقبل على القيام، يقبل على مجالس العلم ومجالس الذكر، ويقبل على الاستغفار والتسبيح والتهليل والخير، ويكون يعني حريص على لسانه ويتفكر في هذا الأمر. إذن هذا من أسباب هذا الصيام وتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم أيها الإخوة الكرام، الصيام هو واحد اللجام لمن؟ للمتقين. الصيام هو لجام المتقين، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله قال إن الصيام هو لجام المتقين وجنة يعني الوقاية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصوم قال وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين. إذن الصيام هو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إثارا لمحبة الله ومرضاته. انتهى كلامه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. إن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهواته ويترك الطعام ويترك الشراب من أجل معبوده، فهو ترك يعني ما تحبه نفسه وما تتلذذ بها الأنفس. علاش؟ إثارا لمحبة الله ومرضاته سبحانه وتعالى، وهو سر كما ذكرنا، أي الصيام بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه سواه، لا يطلع عليه سواه. إذن العباد قد يطلعون من الإنسان على ترك المفترات الظاهرة، ترك المفترات الظاهرة قد يطلعون عليها الناس، لكن أن يترك الإنسان يعني ما لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فهذا هو حقيقة الصوم، هذه هي حقيقة الصوم. إذن ولهذا يعني أن الإنسان يترك الطعام والشراب من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه الخلق، وذلك حقيقة الصيام. ثم أيها الإخوة الكرام، للصوم تأثير عجيب، للصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، ويعني حميتها عن التخليط الجانب لها، الجالب لها المواد الفاسدة التي استولت عليها وثم أفسدتها. إذن حتى الصيام فيه فوائد لهذا الجسم، الجسم يعني طيلة السنة وهو يعني يجذب هذه المواد اللي تأثر في الجسد ديال الإنسان، وبهذا الصيام يستفرغ هذه المواد الرديئة المانعة. فالصوم يحفظ يعني على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي يعني الشهوات في هذه الشهور، فهو إذن من أكبر يعني العون على تقوى الله سبحانه وتعالى. إذن التقوى أيها الإخوة هي يعني عبادة جليلة يتعلمها المسلم في هذا الشهر المبارك وهو شهر رمضان، فنسأل الله أن نكون من المتقين وأن نتعلم في هذا الشهر مراقبة الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأخيرا نختم بهذه الأبيات للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يقول لنا فيها: عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد، وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد، توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد، تصبر على العصيان واصبر لحكمه، وصابر على الطاعات علك تسعد. فبهذه الكلمات نقف عندها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذا الشهر المبارك من المغفورين الذنوب، ومن الذين يعتقهم الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. كذلك نسأل الله أن يرفع عنا وعن المسلمين هذا الوباء عاجلا غير آجل، ونسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.